إذن مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، تواصلنا في هذا اليوم يوم الأربعاء والخامس عشر من شهر أكتوبر لعام 2014 للميلاد بانطلاقة حولي وزمول أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات. الشوط الأول الخاص بالذلال المحليات الأصائل، استطاعت الشاهينية من هجن الرئاسة أن تفوز بأول أشواط هذا اليوم وحققت 9 دقائق 28 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهانية لراشد بن محمد بن سم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. بينما ثاني أشواط هذا اليوم استطاعت الشاهينية أيضا من هجن الرئاسة وبقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أن تفوز بأول أشواط المهجنات في هذا الانطلاق الرائع، محقق هذا التوقيت 9 دقائق 29 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. بينما ثالث أشواطنا لهذا اليوم والخاص بالزمول المحليات الأصائل، استطاع مشهور من هجن الرئاسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي الفوز والانتصار في هذا الشوط بكل قوة وثبات وأريحية بتسعة دقائق 51 ثانية وفاء وتماما وكمالا. بينما شوطنا الرابع وبنهاية الجولة الأولى وأول أشواط الزمول المهجنات الأصائل، استطاع هناك شاهين من هجن الرئاسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري محققا هذا التوقيت 9 دقائق 59 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، لتبدأ جولة أخرى من جولات هذا الصباح الرائع والشوط الخامس وثاني أشواط الذلال المحليات الأصائل. استطاعت الوثبة من هجن الرئاسة بقيادة ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي أن تفوز بهذا الشوط وتحقق 9 دقائق 33 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس للظافر ولهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. بينما سادس أشواط هذا اليوم الخاص بالمهجنات الأصائل، استطاعت شقرة من هجن الرئاسة بقيادة بارع المضمرين عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي أن تفوز بهذا الشوط وتحقق 9 دقائق 35 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السابع والخاص بالزمول المحليات الأصائل، استطاعت ترس من هجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي أن يفوز بهذا الشوط محققا 10 دقائق 8 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهانية للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي على هذا الفوز والانتصار. ثامن أشواط هذا اليوم عاد شاهين وعادت هجن الرئاسة بسلسلة انتصاراتها الرائعة والجميلة لتضيف إنجاز آخر والإنجاز الثامن على التوالي من خلال تواجز شاهين لهجن الرئاسة 9 دقائق 57 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة والتهنية لراشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. تاسع الأشواط وبداية الجولة الأخرى من جولات هذا الصباح، استطاع هنا مشاهدين الأعزاء المميز أن يضيف إنجاز آخر ليقدم وبرة من هجن الرئاسة بهذا الفوز والانتصار، محقق هذا الفوز بتسع دقائق 40 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للمميز على هذا الفوز والانتصار. بينما عاشر أشواط هذا اليوم الذي انطلقت فيه أذلال المهجنات الأصائل، استطاعت مياسة من هجن الرئاسة أن تضيف هذا الإنجاز ويكون المميز مرة أخرى يعود أيضا مع سلسلة الانتصارات في هذا الصباح الرائع والجميل بتسع دقائق 37 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة والتهنية لمبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. بينما شوطنا الحادي عشر، استطاع الفارس أن يدخل في الأمتار الأخيرة وأن يهدي هجن الرئاسة هذا الفوز والانتصار بقيادة أحد الأبطال سيل بن أحمد بن دري الفلاحي بعشر دقائق 11 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الثاني عشر الذي حمل الزمول المهجنات الأصائل، استطاع ضاري لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد الهيان بقيادة أحد النجوم البارعين في عالم سباقات الهجن ناجم بن علي الغيلاني، فاز مع ضاري مع عشر دقائق واربع ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوط الختام الذي أتى مغايرا بانطلاق هذه الانتصارات في هذا اليوم
وأيضا أبو دياب يضيف النقطة الخامسة في هذا الصباح مع التوقيت الزمني 9:24 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لكل الفائزين، وشكرا لسيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي على هذا النقل الحي والمباشر من عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة. شكرا للزميل والمخرج أسامة الهواري، شكرا لمسعود الكثيري مدير العمليات، شكرا ليوسف بن قاسم من أيضا تواصل معنا، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله، ولنا لقاء في يوم الغد بإذنه تعالى مع أيضا ثنايا أبنائي القبائل.